السلام عليكم، ازيكم فنانين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم كريم عادل. ان شاء الله النهارده هيكون تاني درس من سلسله تعليم الرسم بالزيت. حابب اعرفكم يا شباب معلومه صغيره كده، ان دروس تعليم الرسم بالزيت مرهقه جدا جدا وبتاخد وقت طويل جدا جدا. والله يعني النهارده الدرس ده خد مني وقت طويل جدا في التجهيز، ما يقارب الخمس او ست ساعات عشان الادوات والتنظيف وتجهيز الادوات والكلام ده كله. الموضوع مرهق جدا جدا، فرجاء رجاء لما نتفرج على الفيديو لازم نعمل لايك يا شباب للفيديو عشان اشوف الدعم بتاعكم، عشان لو لقيت دعم بتاعكم هكمل معاكم، لان الموضوع والله زي ما بقول لكم مرهق جدا جدا فوق ما تتخيلوا. فلازم يا شباب لو هتتفرج على الفيديو تعمل لايك وتسيب كومنت، ويا ريت تعملوا مشاركه من زر المشاركه لتحت الفيديو، تشاركوا الفيديو لاصدقائكم عشان نفيد اكبر عدد ممكن من الفنانين. يعني ما تتفرجش وتبخل انك تشير الفيديو لغيرك، لا، اعمل لايك وشير الفيديو لغيرك عشان نفيد اكبر عدد ممكن، وانا نفسي الاقي الدعم مقابل اللي انا قدمته ده ان شاء الله. معلومه ثانيه قبل ما نبدا برده، بالنسبه للصوره اللي انا هشتغل منها النهارده هتلاقوها في الديسكربشن بوكس تحت، هسيبها لكم في صندوق الوصف. صندوق الوصف ده بيكون جنب العنوان في مثلث صغير بتدوسوا عليه، هتلاقوا كلام نزل لكم كده، هتلاقوا لينك الصوره او رابط الصوره، دوسوا عليها وحملوها عشان تطبقوا معايا على الدرس ده وتبعتوا لي النتيجه على الانستجرام ان شاء الله. الانستجرام بتاعي في اول كومنت تحت. وبكده ما حدش هيبقى ليه عذر ان شاء الله. درسنا النهارده ان شاء الله هيكون طبيعه صامته، ودي اساس تعلم اي خامه خصوصا الزيت والرصاص. الطبيعه الصامته هي اللي هتفيدنا في موضوع الدمج وتحليل الدرجات والكلام ده كله. عشان ما اطولش عليكم لان درس النهارده طويل، رجاء اتفرجوا على الفيديو للاخر لان كل دقيقه فيها حاجه مفيده وفيها معلومه مفيده. ما تنسوش تشاروا الفيديو تاني لاصدقائكم، ويلا بينا نبدا. في البدايه فنانين زي ما احنا متعودين في اي خامه بنرسم بيها بنبدا نعمل الاوت لاين، يعني التخطيط الخارجي. انا بدات اعمل الاوت لاين هنا باستخدام قلم من الالوان الخشب، بحيث لو عملته بالرصاص ممكن يوسخ لي الرسمه شويه او يسيب بقع من الرصاص مش ظريفه، فبالتالي انا بستخدم قلم الوان خشب بيكون لطيف جدا وبيروح مع الزيت لما باجي الون ان شاء الله. وممكن برضو نعمل الاوت لاين عن طريق لون خفيف جدا من الوان الزيت اللي هستخدمها، طبيعي جدا. ففي اكتر من طريقه لعمل الاوت لاين في الوان الزيت، ونحاول واحنا بنعمل الاوت لاين نطلع النسب مظبوطه يا شباب، لان دي خطوه مهمه جدا جدا جدا. دلوقتي يا فنانين هبدا احط الالوان بتاعتي اللي هستخدمها على الباليتا، الالوان الاساسيه اللي اتكلمت عنها في الفيديو اللي فات، طبعا اصفر احمر ازرق واخيرا الابيض عشان نستخدمه في اننا نفتح اللون زي ما احنا عايزين. في البداية فنانين هبدأ أخد من اللون الأصفر، هعمل الجنب اللي فيه اللون الأصفر، الجنب اليمين بكل بساطة. بستخدم فرشة مبططة، فرشة مقشوطة اللي هي مستقيمة يعني. بدأت أخد سنة من الأزرق شوية عشان أحول اللون الأخضر، كلنا عارفين اللون الأخضر بيجي عن طريق الأصفر والأزرق، فأنا ضفت سنة صغيرة جدا بسيطة من الأزرق على الأصفر عشان يديني، ما يدينيش أصفر صريح، يديني أخضر شوية. تمام، زي ما انتم شايفين دي خطوة سهلة جدا. بعد كده ضفت شوية أحمر على الاصفر عشان يديني بديهيا برتقالي زي ما انتم شايفين كده. طبعا البرتقالي هنا في اللوحه ديت باكتر من لون او باكتر من درجه، فكل ما هزود الاحمر هيديني البرتقالي الاغمق اللي هو ناحيه الشمال، فاهمين وجهه نظري؟ فكل ما احتاج اغمق هضيف احمر اكتر، وممكن اضيف سن ازرق عشان يديني اللون البني. كلنا عارفين ان اللون الاحمر والازرق بيدينا بني زي ما انتم شايفين كده، احمر خدت الازرق وحطيته على الاحمر هيدينا بني. انا دلوقتي في الخطوه الاوليه دي ببدا اوزع بس الطبقات كده، اوزع درجات مش اكتر من كده بطريقه بسيطه جدا، وبعد كده هبدا بقى في عمليه الدمج والتنعيم والتفاصيل والكلام ده كله بيكون في الاخر، فاهمين وجهه نظري؟ طول ما انا عايز ادكن يا شباب البني، اتفقنا البني يبقى اصفر احمر وازرق البني. كل ما انا عايز ادكن يعني اغمق بضيف ازرق اكتر، فاهمين وجهه نظري؟ عايز افتح بضيف احمر اكتر وهكذا. زي ما انتم شايفين ببدا احط البني في المناطق بتاعته. الموضوع بسيط جدا، ما استخدمتش لغايه دلوقتي غير فرشه واحده اللي انتم شايفينها اللي هي الخضراء اللي في ايدي دي. هبدا اكمل دلوقتي، هبدا اعمل برتقالي بسيط خالص، بس برتقالي طبعا اغمق من الدرجه اللي على اليمين، فبالتالي بضيف احمر اكتر. طبعا خلاص انتم فهمتوا الخطوه دي، بضيف احمر اكتر، كل ما عايز اغمق يعني بضيف اللون الاغمق اكتر. عايز افتح بضيف اللون الافتح اكتر، عايز افتح الدرجه دي نفسها بضيف عليها سن ابيض شويه. زي ما انتم ملاحظين هتلاقوا ان انا شغال تاتشات مش اكتر من كده، يعني ما بنعمش لغايه دلوقتي. في ناس ممكن تكتفي بالخطوات دي يا شباب، والله يعني مش شرط يطلعوا الرسمه ناعمه، ممكن تكتفي بانك تحط الالوان بالتاتشات بس مش اكتر لو انت مش حابب تشتغل هايبر يعني. الموضوع بسيط جدا. زي ما انتم شايفين بضيف الجنب الفاتح اللي على الشمال. باليتة الالوان بتاعتي بسيطة ما فيهاش درجات كتير، كل اللي هستخدمه اصفر احمر ازرق هطلع منهم الدرجات كلها، والابيض وظيفته ان انا بخفف بيه الالوان بس او بفتح بيه الالوان. تمام، وطبعا واحنا شغالين يا شباب جنبي قماشة
والنفط بتاعي اللي انا اتكلمت عنه في الفيديو اللي فات علشان انضف الفرشه اول باول لو دخلت في اللون الفاتح عشان ما يتبهدلش او ما يتوسخش مني. زي ما انتم شايفين بكمل الجزء الصغير اللي جوه ده، بضيف فيه برتقالي غامق شويه، وهرجع اضيف احمر برضو لان فيها الصوره فيها احمر زي ما انتم ملاحظين فوق كده. دلوقتي يا شباب ببدا ادمج الى حد ما دمج بسيط جدا، دمج خفيف، بدخل الالوان الغامق مع الفاتح كده بحيث اداري تاتشات الفرشه او شكل الفرشه ده شويه. دلوقتي هبدا اخد من الاحمر الغامق شويه يا شباب، احط عليه سن اصفر يبقى اصفر قليل واحمر اكتر عشان ابدا اخش في المنطقه الغامقه اللي انتم شايفينها دي. اخدت يعني الاحمر بيكون زياده في المنطقه دي، فبالتالي الاصفر بيكون يا دوب سنه بسيطه والاحمر بيكون اكتر عشان يديني برتقاني اللي هو اللون الغامق جدا اللي في نص الكمتريه اللي انتم شايفينها دي. مش عارف هي دي كمتريه ولا جوافه بصراحه، شكلها كمتريه. هنكمل تحت الاصفر. طبعا الاصفر كل ما يخش ناحيه الشمال بيغمق شويه، فبالتالي هضيف عليه ايه بالظبط كده، هضيف عليه احمر عشان يديني البرتقاني اللي جوه. تمام، يبقى اصفر على احمر يديني برتقاني، احمر على ازرق يديني بني، اصفر على ازرق يديني اخضر. لازم تحفظوا الكلام ده يا شباب عشان ده هو المهم بالنسبه لنا. تمام، ادي البرتقاني. طبعا البرتقاني اللي في النص كله درجه واحده تقريبا، افضل ماشي بيها في الكمتريه كلها، موضوع بسيط جدا. دلوقتي انا استخدمت فرشه بتكون فيها كيرف من قدام كده، الفرشه دي ممتازه جدا في الدمج بالنسبه لي، انا بفضلها. استخدموها برضه هتريحكم جدا. هفضل ماشي زي ما انا يا شباب خطوه بخطوه، هبدا اخش في الغامق شويه، البني اللي انا عملته من الاحمر والازرق زي ما انتم شايفين كده. هبدا دلوقتي في مرحله الدمج برضه، يعني مش دمج قوي، دي دمج مرحله الدمج متوسطه شويه، واضيف الاحمر هنا بره. طبعا هحط لكم الصوره عشان تقارنوا. دي المنطقة دي كلها أحمر كده، تحسوا إن هي أحمر فاقع شوية، والله بسيط جدا. دلوقتي يا شباب هبدأ أحط سن أخضر شوية، يعني الأصفر اللي جنب هناك أحط عليه أزرق زي ما أنتم شايفين كده، عشان أعمل شوية تاتشات خضراء في الجنب اليمين اللي هو الجنب اللي فيه أصفر كتير ده. هتلاحظوها إن شاء الله لما تحملوا الصورة اللي قلت لكم عليها، هتلاقوها في الديسكريبشن بوكس. حملوا الصورة واعملوا زوم وشوفوا الكلام اللي أنا بقول عليه ده، هتفهموا إن شاء الله. زي ما أنتم شايفين بعمل المنطقة الصفراء اللي فوق كلها. اظن الموضوع سهل جدا يا شباب في موضوع ان انا افرش اللون بعد كده ادمج بحرف الفرشه بالراحه خالص. نصيحه للدمج برضو، تستخدموا فرشه ناشفه، يعني فرشه هتدمجوا بيها اللونين مع بعض، تكون فرشه جافه ما فيهاش اي لون خالص، دي نصيحه يعني. زي ما انتم شايفين كده ببدا ادمج اهو البرتقاني مع الاصفر، الى حد ما بقى مدمجين لسه طبعا، بس يعني الى حد ما بقى كويسين. اشتغل في الجزء اللي تحت شويه بالراحه خالص بسن الفرشه، لان الجزء ده هو اللي هيحدد الكمثره. وين هالكمثره؟ تمام يا شباب، بدأت أضيف برتقاني فاتح شوية في المنطقة اللي تحت دي تحت البني. طبعا الصورة قدامكم اهي، قارنه، لقيت إن البني أو الغامق زيادة، فقلت لأ لازم أفتحه شوية، فبالتالي ضفت برتقاني شوية عشان البني الجزء البني الغامق ده يطلع لفوق شوية، ميبقاش نازل لتحت قوي، نبقى ماشيين مظبوط. طبعا مش شرط يا شباب عشان نكون متفقين، مش شرط تطلع الصورة بنفس تفاصيلها 100%، ممكن انت تعمل حاجة تكون عاجباك انت، يعني حط لمستك. تمام، حتى لما هخلص الصورة هتلاقوني ما عملتهاش زيها بالظبط، انا حطيت تفاصيل من عندي كمان، يعني انا حبيت التفاصيل اللي احطها من عندي عشان تحل شكلها اكتر، او من وجهة نظري حلت شكلها اكتر، فاهمين وجهة نظري؟ فمش لازم تكون مقيد نفسك بالصورة معينة يعني، لا حط من عندك وضيف من عندك، ويعني ما تقيدش نفسك خالص، خليك حر كده وانت بترسم. تمام يا شباب، دلوقتي انا بدات استخدم اصفر، بس اصفر مختلف شويه، ميديم يلو. هتلاقوا الاصفر درجه الاصفر دي مختلفه شويه عن الاصفر الثاني. الاصفر الاولاني اللي انا استخدمه في اول ده ليموني شويه، مد على ليموني شويه لو تلاحظوا، انما ده اصفر وسط. تمام، ده للمنطقه اللي فيها الاضاءه زي ما انتم ملاحظين كده، في بقعه فوق وبقعه تانية تحتها شويه. ببدا ادمج براها خالص، اخد برتقاني شويه وادمج البرتقاني مع الاصفر الى حد ما، واحده واحده كده او خطوه خطوه ابدا ادمج، ما استعجلش براحتي خالص في الدمج. انا بفضل ان اخد من الغامق للفاتح، في فنانين كتير قوي بيعملوا الغامق الاول ويرجعوا يحطوا عليه الفاتح، فهي مدارس مختلفه يا شباب، وانت تستخدم المدرسه اللي تحبها. يعني حابب تحط الفاتح الاول بعد كده الغامق مفيش مشكله، حابب تحط الغامق الاول بعد كده تفتح بعد كده بالفاتح يعني مفيش اي مشكله، جرب الطريقتين او جرب التكنيكين واختار في الاخر التكنيك اللي يناسبك. تمام، يعني ما تبقاش ماشي ورا فنان معين من غير ما تجرب، لا لازم تجرب الاول بعد كده تحدد انت ايه اللي مناسبك. اتمنى تكونوا فهمتوني ووصلت لكم الحته دي يعني. تمام يا شباب،
ده كله طبعا في المرحله دي هفضل بقى احط الوان كتير وادمج اللون اللي عينيا هتلمحه. خلاص هي دايره الالوان عندنا في الصوره دي اتعرفت، بني وبرتقاني واصفر، والاصفر ساعات بضيف عليه اخضر لو لمحت اخضر، والبرتقاني ساعات بيديني احمر شويه لو ضفت عليه احمر. فاهمين وجهه نظري؟ انما الدرجات ثابته يعني. بنكمل خطوه خطوه زي ما احنا ماشيين يا شباب. ضفت برتقاني فوق اهو براها خالص، وادمج البرتقاني مع الاصفر وانا نازل كده شويش. الدمج بيكون بجنب الفرشه مش بسن الفرشه، بالراحه خالص كده بميل الفرشه جنبها وابدا ادمج اللونين مع بعض. الموضوع بسيط جدا جدا، ببدا زي اعمل زي نقط كده تنقيط كده بيديني برده تاثير كويس، خصوصا في الفواكه اللي زي كده، سواء برسم تفاحه ليمونه كمثرى جوافه اي حاجه من الفواكه دي اسلوب التنقيط ده بيكون كويس معاها. هبدا اضيف سن اصفر هنا زي ما انتم شايفين كده، الاصفر اللي هو الاولاني الاصفر الليموني فوق وفي الجنب وسط البرتقاني كده. طبعا في الاماكن اللي زي كده بستخدم فرشه صغيره عشان الموضوع ما يبصش مني. فاهمين وجهه نظري؟ انتم ملاحظين اهو استخدمت فرشه صغيره عشان اقدر اجيب التفاصيل الصغيره اللي جوه دي. اخضر ضفت على الاصفر شويه اخضر بدات اخد منه واحط هنا قبل ما اعمل طبعا الخط اللي هو بتاع الظل بتاع الحته اللي طالعه من الجوافيه الكمثرى دي، الحته الطويله دي شايفينها اللي فوق في ظل واقع منها ناحيه الشمال، هيتعمل برضو بالبني نفس اللون البني اللي على الشمال اللي انا عملته في الكمثريه نفسها. دلوقتي لاحظت ان في حته طلعت مني بره وفهمت مسحب القماش عادي جدا زي ما انتم شايفين يا شباب. اي حته محتاجه تتغمق اهو هبدا اعمل ظل الحته الطويله دي بالفرشه الصغيره برضو زي ما اتفقنا. هي مش معقول هتكون حته صغيره زي كده هقوم جاي ماسك الفرشه الكبيره وعامل بيها، مستحيل طبعا. صغيره يبقى لازم اعمل فرشه صغيره، انتوا اكيد فاهمين الحته دي بديهيا يعني. هبدا اكمل البرتقاني بكل سهوله. طبعا يا شباب عشان تكونوا فاهمين بس الصوره دي كانت محتاجه اعمل لها خلفيه بيج شويه، بس انا ما حبيتش اعمل لها خلفيه عشان تبقى ظاهره بالنسبه لكم. فاهمين؟ نسيب الخلفيه لفيديو تاني يعني، سيبنا من الخلفيات دلوقتي، احنا بنتكلم على تاثير الدمج النهارده. تمام؟ الخلفيه سهله جدا يعني، فانسوا اللي فيه خلفيه واعتبروا ان احنا بنرسم شكل بس. خلاص بدات اعمل في الحته الطويله دي، استخدمت فيها بني ناحيه الشمال وضفت على البني، هضيف على البني سنه اسود بحيث يغمقه لي اكتر اهو زي ما انتم شايفين حطيت اسود، وهبدا اضيف عليه يعني بني شويه جدا بسيط جدا يعني عشان يغمق لي منطقه الظل بتاعت البتاعه الطويله دي، مش عارف اسمها ايه، هي الحته الطويله دي. زي ما انتم ملاحظين اللون الاسود بينطقها جدا، وزي ما احنا متفقين دايما يا شباب اللون الاسود هو سيد الالوان وهو اللي بيضيف الواقعيه لاي رسمه، فبالتالي اي رسمه بنرسمها لازم نضيف فيها اللون الاسود او اللون الغامق عموما يعني، مش شرط الاسود بس. زي البني مثلا اللي شمال الكمثرى ده لو ما اتعملش هتكون الكمثرى شكلها بايت جدا جدا جدا. فاهمين وجهه نظري؟ دلوقتي هبدا اضيف بقى شويه تفاصيل بالبرتقاني بفرشه صغيره. موضوع سهل جدا والدمج ما يختلفش عن الخطوات اللي فاتت، يعني مفيش اي فرق خالص بين الخطوه دي والخطوات اللي فاتت اهو. هبدا استخدم فرشه صغيره احدد اي خط فوق مثلا بتاع كده، موضوع سهل جدا يا شباب. الخطوه دي يا شباب زي ما انتم شايفين كده هبدا ادمج واضيف الدرجات، يعني المنطقه اللي محتاجه بني بضيف بني، المنطقه اللي محتاجه برتقاني بضيف برتقاني وهكذا. فهنعدي الخطوه دي شويه عشان نشوف خطوه الظل لانها مهمه جدا، يلا بينا نشوفها. دلوقتي يا شباب هبدا اعمل الظل بتاع الكمثرى، بدات استخدم اللون الاسود، حطيت شويه من اللون الاسود بالراحه خالص، هو بادئ من اسود من جوه لو تلاحظوا، وهحدد الكمثرى بالراحه خالص. في شباب برضه او في فنانين بيحبوا يبداوا بالظل الاول قبل ما يعملوا الجسم نفسه، يعني بيعملوا الظل الاول بعد كده بيعملوا الجسم نفسه، وفي فنانين تانيين زي المدرسه بتاعتي كده بحب اعمل الجسم نفسه الاول بعد كده اوقع منها الظل. فاهمين وجهه نظري؟ فده صح وده صح، برضه اعملوا اللي يناسب اللي المناسب ليكم يعني، مش شرط تمشوا على رتم معين. زي ما انتم شايفين كده عملت في القلب اسود، وهبدا اطلع بالاسود ده من الاطراف على فاتح جدا، فهخلط لون تاني واضيف ليه شويه اصفر، هفتحه الاول بابيض زي ما انتم شايفين كده، هفتح الاسود نفسه بابيض زي ما انتم شايفين، طبعا الكاميرا مش جايبه قوي، وبعد كده هضيف عليه شويه اصفر وشويه احمر بسيط جدا، بحيث الظل اللي واقع من الكمثرى هياخد نفس لون او لون قريب جدا من لون الكمثرى زي ما انتم شايفين كده. يعني الاطراف بتاعتها زي ما انتم شايفين كده واخده لون زي ما يكون زيتي شويه او مصفر شويه، مش عارف اسمه ايه اللون اللي ساقط ده، بس يعني لحد ما نقدر نجيبه ان شاء الله. والخطوه دي ممكن تسيحوا بايديكم يا شباب، انا بفضل الخطوه اللي هي بتكون فيها دمج او اللي بتكون طالعه على فاتح جدا دي، بفضل انا اسيحها بايدي بالشكل اللي انتم شايفينه ده، هتشوفوا دلوقتي بسيطه جدا يعني.
بحب استخدم في المناطق اللي زي كده الفرشة اللي فيها كيرف من قدام، بتعمل تأثير حلو وبتساعدنا ندمج كويس. لو تلاحظوا يا شباب، لما بعمل الظل بتاع الجسم بيديله واقعية اكتر بكتير جدا، غير لما يكون الجسم لوحده كده في وسط ورقة بيضة. لا، الظل ده بيديله واقعية اكتر، وكمان لو كنا عملنا الخلفية كانت هتديله واقعية اكتر واكتر كمان. لكن زي ما قلت لكم في اول الفيديو، انا ما حبيتش اعمل خلفية النهاردة عشان نوفر وقت، يعني نخليها في يوم تاني ان شاء الله لوحدها. تمام، فبالتالي هبدأ اطلع من اللون الفاتح اهو من الجنب زي ما انتم شايفين يا شباب، بلون مصفر شوية، وبعد كده هبدأ ادمج الاسود اللي في النص ده مع اللون الاصفر اللي في جنب التظليل. وزي ما قلت لكم ببدأ من الاطراف كده ادمج بصباعي، او اطلع بصباعي كده من الغامق اللي بره الفاتح خالص باسلوب بسيط جدا كده بالراحة خالص، بسحب اللون. ودي ميزة الوان الزيت، بتكون سهلة جدا في الموضوع ده، لكن ما دوسش جامد لان لو دوست جامد هشيل اللون. فاهمين وجهة نظري؟ دلوقتي هبدأ اغمق المنطقة اللي في النص تاني، لان طبعا لما دمجتها بصباعي بقت فاتحة، فهبدأ ادخل لون اسود تاني بالراحة خالص وادمجها مع اللون الاصفر اللي انا عملته مع الاطراف ده. تمام يا شباب، زي ما انتم شايفين كده بالراحة جدا جدا جدا. هاخد سن احمر شوية عشان ما يبقاش اسود صريح، يعني اسود داكن قوي، لا بدخل فيه احمر شويه وممكن اصفر كمان عشان زي ما قلت لكم ياخد انعكاس شويه من لون الكمثرى. فالموضوع بسيط جدا يا شباب، جدا 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 زي ما انتم ملاحظين كده. وطبعا صباعي ببدا اظبط بيه مرحله الدمج دي. تعالوا نعدي المرحله دي بقى ونشوف المرحله اللي بعدها. دلوقتي يا شباب هرجع تاني لجسم الكمثرى نفسه، وهبدا اغمق بقى مناطق الدكنه واحط التفاصيل شويه وادمج كويس اكتر. ده كله بقى في مرحله الفينش، دي مرحله المزاج العالي، ودي المرحله اللي ممكن تاخد وقت طويل جدا مني. ما قلقش، كل ما اديت لها وقت كل ما طلعت تفاصيل اكتر، فبالتالي لازم يكون مزاجي رايق جدا وانا شغال في الخطوه دي بالذات. يا شباب زي ما انتم شايفين ببدا هضيف البني مكانه وادمجه مع البرتقاني بالراحه خالص، وانعم بقى على قد ما اقدر والدنيا زي الفل، مفيش اي مشكله بالراحه خالص زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى دلوقتي نسرع الفيديو شويه يا شباب كده عشان حبايبنا اللي بيزهقوا. احنا كده دخلنا عدينا الربع ساعه، فطبعا محدش هيكمل الفيديو، فهنسرع شويه ونشوف الخطوه في النهايه بقت عامله ازاي. بكده يا شباب نكون وصلنا لنهايه الدرس بتاعنا، اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا. طبعا الخطوه اللي بقى دي كلها انا هفضل اضيف في تفاصيل وادمج واضيف في درجات، طبعا لو قعدت اكمل الفيديو الفيديو هيطول معايا جامد جدا، بس انتوا فهمتوا الفكره خلاص. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا في اول درس لينا عملي في الوان الزيت. بفكركم تاني طبعا لو انتوا حابين ان انا اكمل في السلسله دي، دعمكم هو اللي هيقيم الموضوع. يعني لو دعمكم موجود باللايكات وبالشير، بانكم تعملوا لايك على الفيديو وتشيروا من تحت الفيديو من زر الشير لاصدقائكم عشان نفيد اكبر عدد ممكن، فبالتالي انا هلاقي دعم منكم، فبالتالي انا هقدم لكم اكتر واكتر ان شاء الله. لكن لو الفيديو ده حسيت اللي هو عادي جدا ما عملش اي تاثير، فبالتالي انا هشتغل في السهل، لانه والله العظيم يعني موضوع الزيت، دروس الزيت ده صعب جدا فوق ما تتخيلوا، بياخد وقت كبير جدا مش سهل، ده غير البهدله وتجهيز المكان، حاجات كتير جدا انا في الكواليس عشان اطلع لكم بفيديو بسيط جدا زي اللي انتم شايفينه ده دلوقتي. فحاولوا تعملوا شير للفيديو ده عندكم على انستجرام وعلى الفيسبوك عشان نفيد اكبر عدد ممكن ويكون في دعم اكتر من كده. ولو لسه في اي حاجه ما فهمتهاش في درس النهارده اكتبوا لي في الكومنتات تحت واجاوبكم ان شاء الله. استنوني في درس جديد بكره ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.